ما نبي احد. هذه امور معتاده خاصه بالنسبه للاعبين، شيء عادي بالنسبه لهم. فدائما من ضمن الاحتمالات اللي هو سوء عدم توفيق الحكم. الحكم هل الحكم اليوم القى هدف واحنا صحيح ومثلا الغاء وجهه نظرك؟ هل هناك ركله جزاء؟ هناك جزاء ثابته عندنا؟ لا ثابته عندنا. يعني يعني احسن من يعبر عن حكم المباراه هو الحكم الدولي السابق الدكتور غانم السلي. حياك الله ابو علي. هلا حياك الله. هلا حياك الله، سعيدين باتصالك معنا. وراح نسالك بدايه دكتور على حكم المباراه الياباني. والله شوف يعني الشمس ما يغطيها المنخل، واعتقد الان جميع من يشاهد ويتابع كره القدم صار عنده ثقافه عن التحكيم، صار يميز الكرات، صار يميز اللعب. هل اللاعب دخل على رجل اللاعب او اللاعب دخل على الكره قبل رجل اللاعب او الدفاع؟ فاللي حصل اليوم خاصه بالذات بالمباراه، الحكم الياباني هذا عليه علامه استفهام، مو من المباراه هذه، خلص المعلومات، من مباريات سابقه. نعم. تصفيات كاس اسيا لما كنا مع الصين، مباراتنا مع الصين. انا ماني عارف يعني هل هو تجني على منتخب الكويت؟ هل هو مثلا عدم قدرتنا ك دول الخليج على الاتحاد الآسيوي؟ هل أم هو قصد مقصودين إحنا فيه كدولة الكويت كدولة فقط؟ بالأمس أيام الشهيد الله يرحمه كنا إحنا نتحكم وكنا نقول لا الحكم هذا أي نعم يصلح حق المباراة هذه بحكم خبرته بحكم قوته، لكن الآن أصبحت الأمور ضائعة عايمة. يعني إيش معنى الطرف الثاني كرة جنوبية يروح يحط له طاقة مالي ياباني؟ ايش معنى؟ يعني احنا اللي شفناه دكتور غانم ان الحكم الياباني لاعب رقم 12 مع الفريق الكوري، هذا من واقع اللي قاعد نشوفه احنا. للاسف يعني هناك ايضا في طرد. في طرد لابد ان يحسب، دخول من وراء. والدخول هنا قصد استخدام قوة مفرطة. يعني لو دكتور غانم الحكمنا الدولي السابق، لو الحكم حسب البلنتي مال بدر في اول دقيقتين غير مجرى المباراة ككل؟ نعم تتغير وجه المباراة كلها. أمر طبيعي جدا. أنت لم يضيع لك أنت بلنتي وأنت على عرضهم بجمهورهم راح تحط تحت ضغط نفسي. لاحظنا شغلة دكتور غانم أن الإنذارات اللي أعطاها حق الفريق الكوري بعد الهدفين هني اشتغل عليهم، يعني خلاص أوشك على النظام النتيجة وهني قام يعطيهم إنذارات. شوف أخوي الداح، أنا ما أبي يعني أتدخل في 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 مثل ما يقولون يعني في مدى تجني الحكم او في لدى اخلاقيات المهنه، احنا نترافع عن هذا الامر. نعم. لكن كل من شاهد وشاف اللعبه ايقن ان اللعبه فعلا ركله جزاء صحيحه واضحه 100%. شكرا. وبعدين وقوف الحكم زاد الرؤية عنده كان واضحه. نعم. ليش تردد فيها؟ ولا واللي ادهى من ذلك اعطانا ركله حره غير مباشره تمثيل وانذار اللاعب بدر مطور. نعم. وهناك في حاله طرد بعد كان كابتن. اي نعم في لاعب دخول من الخلف المفروض نحسب حكم المباراه كالتحكم. نعم شاكر لك دكتور غانم السهلي حكمنا الدولي السابق على مداخلتك، شكرا. سمعت طبعا غانم زميل وعزيز ومن زمان ما شفناه. عموما يعني هو حكم وعارف، ما نبي احنا ناخذ موضوع ركلة الجزاء كشماعه ومبرر لاخفاق المنتخب، مع ان انا ما اعترف بانه كان اخفاق بقدر ما انه هو ابداع من الجانب الكويتي. يمكن شفنا حتى المعلقين في الفضائيات الاخرى اشادوا بالمنتخب الكويتي بأدائه، لازم نعترف ونعرف. عفوا نقول الحكم، قرارات الحكم هل كانت مؤثره؟ هل غيرت نتيجه المباراه؟ هو حكم غانم ويعرف هذه الامور والمصطلحات اللي طبعا غيرت. هل هو خطا فني؟ هل هو خطا فني؟ لا هل هو لا في سؤال، في انت تطبق القانون ام تطبق روح القانون؟ هل هو في خطا فني سبب خسارته بسبب خطا فني؟ او تقديري مهم اكيد خطا تقديري، بس خطا التقدير بيجي بكل مقصود غيرك لا يجد بلنتي. اذا هاي بلنتي واضح وقدام الحكم 100% وما يصفرها مش احنا نبي تعيدها بضاري. احنا نبي نبني فريق منتخب. كلام سليم. عموما انا سؤالي على وجه لكم كلكم، كم عمر منتخبنا الحالي؟ كم عمر شنو؟ كم عمر منتخب العادي؟ خمس سنين؟ سبع سنين؟ سبع لا ما اتكلم عن معمر، مو معدل الاعمار. انا كم عمر المنتخب؟ لمتهم منتخب العصر الذهبي 10 سنوات يلعبون مع بعض. صحيح.
خلقوا مزيد من الانسجام صحيح. التفاوض زين يأدون ببارك كلامك صحيح يأدون اللاعبين بس وين اللي ساعدهم لازم نصبر احنا لازم نصبر اذا تبي شيء ما يجيك بهالسهالة انت والله كذا كل يوم بتطلع لي مبرر احنا هني الحكم ظلمنا لا والاتحاد لازم ما نتكلم على الحكم الداخلية. الحكم في مباراه في هالمباراه السؤال كان انه هل غير نتيجه المباراه ولا لا مغيرها غير نتيجه المباراه لان لو البلنتي محسوب وتسجل الهدف تغير كثير كثير لا تفتح عمل الشيطان احنا لا نتكلم لا شك انه لا شك انه احنا ما لازم ننام بمنطق احنا ناس رياضيين ونفهم عرفت البلنتي في اي دقيقه صار اول دقيقتين طيب لو ان الدقيقتين لو تفتح عمل الشيطان عفوا لو تفتح عمل الشيطان لا عفوا انت الان من دقيقتين لو طرد ما في وقت عفوا لو طرد لا حسب بلنتي طرد اللاعب ضمن المباراه انت ما كم فرصه ما في طرد لا في لاعب من وراء لا بس البلنتي فيها انذار اصفر انت لو تعمل احصائيه ودراسه اليوم تجد ان المنتخب الكويتي لغايه اخر ثلث ساعه اللي صار فيه الدروب وهذا واضح احنا نسبه الاستحواذ احنا اكثر منهم اضاعه للفرص احنا اكثر منهم مبروكين يا جماعه ما اقول لكم هارلك ايش قاعد اقول حق الشعب الكويتي واقول اللاعبين هارلك بالعكس مباراة قمة مباراة احنا ما قاعد نلوم اللاعبين والفريق احنا بالعكس كنا اشد من اللاعبين ومستانسين بالمستوى لكن احنا يعني ضايق خلقنا ان حرام الفريق هذا يطلع احنا نتكلم على الاخطاء التحكيميه في خطا تحكيمي واضح هذه طبيعي هذا حصلت في كاس اسيا نفس اللقطه ونفس لا اسوء من لا نفس الشيء تقريبا نفس الشيء والحكم كان غريب خلف السلامه احنا نقول بلنتي وجهه يعني. نظرك عشان وشكنا على الانتهاء الاخبار عندنا الساعه 9 شلون نلملم جروح الكلام للجميع ها بعد هذه الانتكاسه في المباراه هذه الاخفاقات اللي عشناها بوجهه نظرك الشخصيه كلاعب هني خلهم كاداريين شلون نلملم جروحنا واخفاقاتنا وننتهض وابي كلمه لك انصافا لبدل مطوع مناشده عبر شاشه التلفزيون الشاهد في ختام كلمتك. اول شيء احب اشيد باللاعبين على المستوى الجميل اللي قدموه في مباراه اليوم وهي تبقى بالنهايه كره القدم وفوز وخساره. ما هي نهايه المطاف احنا نفس ما قلت لك احنا ضايق خلقنا الفريق هذا كان المفروض انه يكون على الاقل بالتصفيات النهائيه نتيجه المستويات اللي قدمها. هاي كره القدم فوز وخساره يتاثرون اتمنى ان يحافظون على يعني على اللاعبين ما يكسون على اللاعبين الجمهور. طبعا فريقنا هاوي جاري فريق مثل كوريا فريق محترف هو اولى منك انه يتاهل كونه على ارضه بين جماهيريه جمهوره ومطالب انه يتاهل. وش اللي نبي منهم مستقبل؟ مستقبل الامر بيد الدوله، الدوله يجب انها تهتم اكثر بالرياضه. يجب انها تطبق الاحتراف. يجب انها يعني تعطي اللاعب حريه في اختيار النادي اللي يبيه. انا بالعربي انا كنت اتمنى ان مجلس الامه الحالي احنا متامين منهم كل خير انهم على الاقل يقدموا شيء للرياضه. لاعب مثل بدر بدر مطوع ناشدتك له اللي بيناشد حق بدر يناشد اللي ما بيناشد كيف؟ انا ناشدنا من زمان يعني المفروض بدر مطوع يعني من طريقتك الخاصه ناشد من الظلم انه ما يرجع دوامه صراحه من الظلم. شكرا ابو عبد الله. اتمنى من اللاعبين يعني اتمنى من اخواني اللاعبين وزملائي انهم ما يتاثروا في الخساره ونفسيا يرجعوا للحاله النفسيه الطبيعيه باسرع وقت ممكن ويجتهدوا على انفسهم بالتدريب وما في شيء صعب. طلعوا من المسابقه في مسابقات راح تجي ان شاء الله بالمستقبل وقادرين على العطاء ومستواهم معظم اللاعبين مستواهم كان ممتاز اليوم وان شاء الله منها للاعلى وان شاء الله في المستقبل بيقدموا افضل من هيك ان شاء الله وبيوصلوا لكل طموحاتهم ان شاء الله. بالنسبه لبدر المطوع؟ بالنسبه لبدر ان شاء الله باذن الله انا واثق انه راح يرد لان رجالات الكويت قادر على ان ترد بدر وبدر طبعا يستاهل اكثر من ان نرد على الوظيفه بكثير. شكرا. اليوم عندنا مجلس امه موقر ومحترم وفي من الرياضيين. اليوم عندنا ايضا راح يكون عندنا اليوم سنه 2012 نهائيات كاس العالم 2014 عفوا في البرازيل يعني من الحين لي بعد سنتين بعدين عندنا اربع سنوات ل 2018 اللي هو في روسيا. انا اعتقد اليوم في فرصه للاخوان في مجلس الامه يعيدون حساباتهم مره ثانيه ويحطون قوانين الخصخصه وتبعاتها كلها. عندنا وقت وعندنا نظام موجود في هيئه الاستثمار انا اعتقد ممكن نستثمره. نعم شكرا ابو صقر. طبعا احنا اليوم انا سعيد جدا بان هذه العرض اللي شفناه طبعا لان انحرمنا من وجود فريق
فريق بمعنى الكلمه، يعني من 2002 لغايه 2009 ما كان عندنا فريق. المعالمه كانت صعبه جدا، الهويه ايضا ان اليوم احنا ككويتيين نفتخر ان عندنا فريق. هذا جانب. طالما الاتحاد الكويتي لكره القدم شرعي ولا غير شرعي؟ شرعي او غير شرعي، اذا كان غير شرعي قاعد يحقق انجازات فما بالك. لا تدخلني متاهات يا ربع، خلني اركز على اللي عفوا خلني اركز على شرعي محليا غير شرعي محليا، لكن هناك في تفاهم. عموما الاتحاد طالما اقدم على مرحله صعبه اللي هي مرحله التخلي عن ميزانيه الحكومه، الان هذا يعني بان يطبق الاحتراف على نفسه. نتمنى طبعا ان ايضا يحط الكوادر القادره المتمكنه في وضع الخطط المستقبليه ان شاء الله. شكرا للاعلامي الرياضي عبد الحميد الشطي، شكرا للاعلامي الرياضي عبد الرضا عباس، شكرا لكابتن المنتخب السوري ولاعب ومحترف لاعب نادي القادسيه فراس الخطيب، شكرا لكابتن نادي القادسيه سابقا والمنتخب الكويت ولاعب محترف في نادي السالميه خلف السلامة على حضوركم وقواكم الله. شكرا. بس بنهايه الختمه اقول مشاهدينا الكرام، انتم اصحاب القرار، خلنا نبداها من الصفر. اختار الصح، الرجل المناسب للمكان المناسب في 14 نادي. انت اختار الصح. ولد عمي، ولد طائفتنا، ولد شارعنا، ولد فريجنا، ولد جيراننا، هذا ما توكلنا خبز، وهذا اللي قاعد نشوفه على شاشاتنا. هذا واحد. اثنين، ناشد المسؤولين بصفه عامه، اتمناكم امنيه، طبقوا القوانين على الجميع. ثلاثه، وهو امر خاص فيني انا، وانا اتحمل وانا اقوله. حق رقم واحد اللي قلته قبل شوي ورقم اثنين، اثنينكم ارحلوا، مو واحد عن واحد، اثنينكم ارحلوا. احب اوصل مناشده حق سمو الشيخ سالم العلي ابو الايادي البيضاء، اللاعب بدر المطوع قدم الكثير، قدم لبلدنا وبلدنا ما حد يمن عليها، العموم يعطي بس بدر عطى الكثير ويستاهل لمسه من لمسات اياديك البيضاء للاعب منتخب الكويت ومنتخب ونادي القادسيه بدل المطوع. ان انت رده اذا نائبك مو راضي، انت صاحب الكلمه الاولى والاخيره. هذا انا اخوكم داح السهلي، اترككم في حفظ الله ورعايته ومع السلامه. ¡Vamos!